أخبار فنية. ايه اول خبر؟ يلا نقول أخبارنا الفنية. اتفضلي. اول خبر معانا عن الفنان أكرم حسني. عارف أكرم طبعا حسني؟ طبعا، وزميل عزيز. مين بيحب أكرم حسني؟ كلنا بنحبه. تحية بقى لأكرم حسني. ده جميل ده. الخبر معانا بيقول هيبدأ أكرم حسني تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد الأوضة الضلمة الصغيرة. تخاف من الأوضة الضلمة الصغيرة؟ لا. مين بيخاف؟ مين اتحبس زمان يعني في أوضة ضلمة كنت صغيرة؟ بدفن ميتين هخاف من الأوضة الضلمة؟ بجد؟ يعني بعدين نتكلم في الموضوع ده. لا ايه ده بتقولوا؟ ايه محتاج قعدة. كنا بنلعبها. الاوضه الضلمه كنتوا بتلعبوها؟ ما فاهم. لا زمان وانت صغير. لا البنات، لسه البنات بيخافوا. لا زمان وانت صغير مامتك وهي بتعمل لك بتعاقبك تقول لك لو ما امسك المايك، امسك المايك، امسك المايك، امسك المايك. كان هنجيب لك ايه؟ هنجيب لك العفريت. العفريت؟ العفريت اللي هو ميه العفريت نفسه. ما انا كنت بقول كده والله ما كانش حد بيسمع الكلام. ضلمه انت بقى. هو والله باين عليه مخضوض من ساعتها. مخضوض من ساعتها. انا بالنسبه لي زمان كانت طفولتي غريبه شويه، ما كنتش زي الاطفال اللي هو في حاجات ما بخافش منها وما بيخافوا منها، والعكس صحيح. يعني مثلا حكايه الاوضه الضلمه دي كانت دايما اللي هي دي كانت بترعبني، فالعقاب كان بالنسبه لي يا بتربط يا يبقى تتربط في الاوضه. طب اديله عشان هناك كابتن عايز يقول حاجه. اتفضل. بتتربط كانوا بيربطوه. انا كنت بخاف من حاجه ما حدش بيخاف منها. ايه بقى؟ الخرشوف. الخرشوف. علشان ما يطلعونيش بره الاوضه كانوا بيحطوا لي خرشوف على الاوضه. لا علشان ما بخافش من ايه؟ ما بخافش من الخرشوف. ايه يعني؟ مش فاهم. هو كان شبه الزهره زمان، كانت بتبلع الناس في زينة وهركليز زمان. بقى الموضوع ده عقده. بتخاف من اي حاجه؟ اي حاجه بخافش منها. الخرشوف بخاف منه. المره الجايه هجيب لك خرشوف. بتخاف من الخرشوف لحد دلوقتي؟ عندك عقده منه؟ لو شفته والله. لا بتكلم لغايه دلوقتي. يعني ما بتاكلوش وما بتمسكوش؟ لو عديت في سوق ده لحد دلوقتي يجري. فوبيا. اتنين خرشوف يا مؤمن والنبي. قول لنا بقى الخبر. الخبر بيقول الفنان اكرم حسني ابتدى هيبتدي تصوير اول مشاهد فيلمه الجديد الاوضه الضلمه الصغيره. في نهايه الاسبوع الجاي هيشارك في بطولته الفنانة نور والفنان بيومي فؤاد وبدرية طلبة وقصة وإخراج محمد سامي وسيناريو وحوار هشام هلال. المفروض إن هو هيتعرض في صيف 2019. جود لك يا أكرم يا حسني يا صديقي، ربنا يكرمك. أكيد هيموتنا من الضحك. أكيد هتموتنا من الضحك. لا ممكن يقلب يعمل حاجة دراما. هو ممكن هو لا عنده. بس من اسم الفيلم كده الأوضة الضلمة الصغيرة. مش عارفين بقى. الأوضة الضلمة الصغيرة.